هنا في جمهورية العراق. هبطت أنا ومخترع أول تكييف هوائي السيد ويلس على دار السيد سعيدون، فوجدته حائرا في زمانه، فراودني سؤال: ماذا تفعل يا سيدي؟ فأجاب سعيدون: إن درجة الحرارة وصلت إلى الانجماد لدينا في شهر تموز، مما أدى إلى تعرض بردتي للمرض وارتفاع درجة حرارتها، فسوف أجرب العلاج، وإن لم ينفع سأضربها برتين خبط. امشي عليك سبلت، امشي عليك مربحه، درت لك حتى خافض حراره واتبع لك مفوله، ما تقول لي شنو في الميج. بما ان العراق مثالا لدول العالم، فالمحافظه على مكياج نسائنا من الامور المهمه لدينا. هنا في جمهوريه العراق، حيث الاجواء الاكثر من رائعه ودرجات الحرارة الطبيعية في شهر تموز. لك هفولك ولك ما شاء الله الدنيا تكتب كتل. يمارس العراقيون طقوسهم المتعارفة بمسابح مصغرة لتغيير الجو والمسح واللعب واللهو. هنالك حركة تتنامى في العراق يستخدمها الموظف في الصيف، وتستعمل هذه الحركة نتيجة لمس السيارة عند الخروج من الدوام. أضرارها: خلع الملابس ورميها على الأرض. إنه ليس تمساح عادي، إنه تمساح من نوع آخر. إنه يشرب النفط ويأكل الخيرات ويهدر المال، لكنه لا يقاوم شهر تموز في العراق. ابن محمد جو حار كلش، دخل الاجتماع بسيارة، فإذا تعرض له بدون ملذات الحياة انقرض. في مكان ما في العراق هنالك شخص يدعى ليمونة، من الطبقات المثقفة على مستوى الوطن العربي. إنه الشاي المفيد في شهر تموز، يا سلام، يمنع سرطان الدم. من يقول إن الأجواء حارة، إنها دافئة دافئة، يا سلام. استوقفت رحلتي بألوان ليمونة الزاهية ومقولته الشهيرة: هذا الماء ماذا الماء، ضعه في قوري يصبح شاي، هذا الشاي ماذا الشاي، أزل البثل يصبح ماء. فتأكدت أنه من المثقفين القلائل. في نهاية الحديث معه أصابني الحوق، لأنني عرفت أنه أخ لسعيدون.